تحياتي وسلامي لجميع الأصدقاء والمتابعين. هذا الفيديو عندي أغنية للفنان الراحل محمد شيخو، أغنية خال خالو كاتشما. الأغنية جاية على إيقاع الجوجينا البطيء. أنا نشرت الريشي قبل بفيديو. الأغنية سهلة كتير، جاية على المقام الحجاز. بدي أعزف الأغنية بشكل سريع، بعدين أجي العزف البطيء مع العلامات. طبعا دوزان الصاص 7 متر كل مرة، دو من تحت بالنصفة من فوق كمان دو. الأغنية سهلة، سويتها مقطع واحد. فا 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 سول فا مي ري مي ري ري، هاي السطر الأول. فا 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 سول فا مي ري مي ري ري، فا 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 سول السطر الثاني سي. طبعا الوتر النصاني هون بيجي سي بيمول او لا دياس، هاي العلامه سي دو 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 ري مي ري دو دو دو. المقطع الثاني سي دو 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 ري مي ري دو دو دو، فا 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 سول فا مي ري مي ري ري، فا 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 سول فا مي ري مي ري ري، سي دو 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 ري مي ري دو دو دو، سي دو 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 ري مي ري دو دو دو، ري مي ري دو دو دو، سي